مسألة تقنين التمويل المالي، ونرجو أنك حاول يعني تفعل الدوران الآلي للهاتف حتى تعود صورتك. نعم في هذا الاتجاه جيد. نعم قلت سمعز مسألة تقنين التمويل المالي هذا أمر جيد وأمر محمود ولا ينكره ولا يحبذه يعني ولا ينكره عاقل. نعم ولكن زملائك في جبهة النقابات المتكونة من عديد النقابات، وهي نشوفه في الصورة تقريبا فيها 6 أو 7 نقابات وطنية فيها كونت هذه الجبهة، في بيان 14 أوت هذا ذكرت قالت بالحرف وجهت رسالة إلى الإدارة قالت فيها نبهت جبهة النقابات الأمنية صوت الإشراف الإداري لأنه من الخطأ والوهم أن يقع التفكير في استعادة المجد والقوة عن طريق بيع كرامة الأمنيين وتقديمهم قرابين وفدية إرضاء لرغبات الحاكمين ونزواتهم. هذه الجملة سيد معز، وإن كان فعلا الأمنيين هم مؤسسة يعني جهاز وظيفي تنفيذي، لكن فيه تلميح لأن وراء الأكمة هي ما وراءها، يعني ثم غايات سياسية من ذلك، ليس كذلك؟ أنا للغايات السياسية قاعد أشوف فيها في الخطاب الموجود في البلاتو، وأنا ما هو أستاذ علوم سياسية سيد معز. كنت أنتظر أستاذنا، خليني أكمل من فضلك، كنت أنتظر تحليل سياسي من محلل سياسي يحكي على تطويع، يحكي على من بعد تعيينات تكون مسقطة. هذه ما نقبلوش، ما نقبلش باش تجوزونا في المسار هذايا، وبالتالي مع احتراماتي لكل مشاهدي قناة الزيتونة لا أقبل باش ندخل في حوار بهذا الشكل. مشكورين على الدعوة وشكرا لكم مرة أخرى. سي معز قبل أن تمضي فقط ثواني أعطي كلمة، مارس عملك الأمني، نحن تحليل سياسي برنامج سياسي، ومرحبا بك وبكل زملائك. دكتور إبراهيم عمري أهلا. نعم هذه تعليقكم على سيد معز ربما. طبعا من لا يريد الحقيقة سيحتج لأنه يريد أن يجد تحليلا منها يتفق مع أفكاره ومعتقداته، وهو حر بذلك وله الحرية التامة في أن يعتقد فيما يشاء وكيفما يشاء، ولكن أن ينسحب يعني أنه لا يريد أن يسمع حقيقة الوضع السياسي في البلاد التونسية الذي يعاني من كثير من الأزمات، وهي أزمات سياسية وأزمات اقتصادية فظيعة وأزمات اجتماعية، والآن كما قدمتم في التقرير البلاد تعيش في أزمة اقتصادية لا مثيل لها. هذه النقابات الحقيقة ليست قبل أن نأتي عن النقابات دكتور إبراهيم مهم ونحن في المباشر، هو منتظر بالفعل، نحن في بلاتو سياسي، هو رجل أمني ونحترمه، هو إطار مباشر، ربما هو خير من خلال هذه المشاركة والانسحاب وربما رسالة خاصة يفهمها أهل الخاصة، هو حر في ذلك، ولكن نحن في حضور أستاذ علوم سياسية عادي، مش بشاعتي تقرير أمني، بشاعتي قراءة سياسية بطبيعة الحال، قراءة سياسية للوضع، قراءة سياسية للوضع، ولكن على الأقل أعتقد ما جبناش حاجة من روسنا، جبنا هذا بيان جبهة النقابات الأمنية منشور، تجدونه منشور على الإنترنت، فيه نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدة الدخل، النقابة العامة، خليني الصفحة الثانية رجاء، أعطيني الصفحة الثانية، صادر بتاريخ 14/22، في 7 نقابات هاي نقرؤ، نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدة الدخل، نقابة العامة للحرس الوطني، نقابة العامة للسجون والإصلاح، نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي، نقابة العامة للمصالح المختصة، نقابة موظفي الإدارة العامة للتكوين، واتحاد نقابات الحماية المدنية. هذه 7 نقابات، وهذه هي ترجع له ذكرت وجهة رسالة وقالت بصريح الكلمة ربما القرارات الأخيرة والدعوة إلى توحيد العمل النقابي الأمني، إنما يندرج في إطار محاولة استعادة المجد عن طريق ما أسماه البيان تقديم الأمنيين وكرامتهم قرابين لرغبات الحاكمين ونزواتهم. كل احنا تعودنا بدم بارد ونكلمكم احنا في المباشر، يعني درجة حرارة الاستوديو
لا تتجاوز 24 درجة، نعالج الأمور بروية بهدوء. ومنتظر جدا، احنا ما استغربناهاش من سياسيين عادي، ما كان احترامنا الأمني له ذلك.